تقريبا سكور حلو. يا حبيبي عندك سكور؟ لا السلام عليكم. فهاد النقل المباشر من مباشرة من ملاعب نادي إفران، وهذه مباراة ديال نصف نهائي اللي كتجمع ما بين ترابتات نادي المنظم نادي إفران ونادي مزار كندر في إطار جائزة كأس إفران المنظم هنا بملاعب نادي إفران للكرة الحديدية. النتيجة 1-0. كانت هذه ضربة موفقة ديال منير من نادي إفران. النتيجة دائما 1-0. في اللعب الآن الجولة الثانية المباراة تدخل في إطار نصف نهائي كأس إفران منظم هنا في مدينة إفران. برافو، بيان جوي، يربح الكرة. كرة تصبح ناقصة، باقي البوان تريبليت نادي مزار كندر.
أبو سيديف سيديف نقطة ثانية أنا مشوش الأرض النتيجة كتغير تصبح جوج الواحد إذا النتيجة جوج واحد جوج عند تريبيت مزار كندر واحد عند تريبيت نادي إفرين في المباراة ديال نصف نهائي الأول اللي كيجمع هنا بملاعب نادي إفرين في إطار تروفي حسن دوه المنظم هنا بمدينة إفرين بالأمس حضرت 241 جولاتية من مختلف الأندية والعصب المنضوي سحسلي وأجاب الملكي المغربي الكرة الحديدية واليوم كنلعبوا تتمة ديال هاد الدوري دوري كأس الحسن الثاني للكرة الحديدية اللي كيجمع ثلاثية من إيموزار وثلاثية من نادي إفرين هذا النصف النهائي الأول النصف النهائي الثاني كيجمع ثلاثية من بلدية العيون سيدي ملوك وثلاثية من نادي العرائش النتيجة المسجلة لحد الآن فهي جوج مقابل واحد جوج عند تريبليت نادي إيموزار واحد عند تريبليت نادي إفرين بوشون في بلاصة ناس يشبه في لعبة وملعبش الحساب إذا باقي لاعب البوشون يعني كي لابو جوج ديال التيران جوج في ناس Yeah.
اذا في البوينت ريكليت نادي ام الزر. دائما النتيجة المسجلة فهي جوج مقابل واحد، جوج عن تريبليت إيموزار، واحد عن تريبليت إفران. المباراة ديال نصف نهائي كأس الحسن الثاني للكرة الحديدية المقام بمدينة إفران. برافو شي ديال الكرة في اللعب، ما ربحتش وإنما دار في اللعب. يلا دروب بوشو على اي بريد في ذلك على اي أربعة نقاط لصالح تريبليت نادي إفران. النتيجة تصبح خمسة خمسة جوج، خمسة نادي إفران، جوج نادي أم الزر. إذن خمسة الجوز.
عندنا نتيجة فيها 5-2 لصالح تريبلات نادي إفران في هذه المباراة ديال النصف النهائي كأس الحسن الثاني الجائزة الثانية. من النتيجة فهي 5-2 هاد المباراة تتلعب على 13 ما هذا؟
من أني لي تيخرج البوجون تيخرج النتيجة كتبقى على حالها ديك الساعة بجوج هادي جملة مرات البوجون تيخرج المعلم يتعبون فيها انا واحد يتعذبون حتى في التصويرات انا دابا هنا فين غنوقفو يلا دائما النتيجة فيا مسجلة فيا 5-2 5 تريب نادي إبران جوج نادي إنبوزار مباراة ديال الناس نهائي كأس الحسن الثاني Thank you.
لصالح البيت لأن في الفرن بدأ أن يتسافر بلابور معانا الأرض مباركة بلابيطاش تسبح نتيجة السعود نادي إفران جوج عند إيمو الزرق إذن السعود جوج نف إفران دو إيمو الزرق تذكير من النتيجة فهي تسعود مقابل جوج تسعود عند نادي إفران النادي المونتان جوج عند نادي أمو الزر جوج ديال تشوريتي ينتميو إلى عصبة أطلس سيس الكيلابو دومي فينال اليوم في إطار كأس الحسن الثاني الجائزة الثانية Thank you.
برافو ايوب في خير الكوره. برافو منير، ضربة موفقة في خير الكرة. كندر عندهم ان بوان في الارض لكن عندهم دوب في يديهم
كما قلت على امبوا في الارض بقى كان عندهم دوب في اليوم شنو غيديروا إذن ولاية بلدية العيون سيدي ملوك تأهل إلى النهائي في رتبة نور الدين أكلوف من نادي بلدية العيون سيدي ملوك تأهل إلى المباراة النهائية كأس الحسن الثاني الجائزة الثانية. إذن جزء من خطة إضافية لصالح رتبة الموزار 4 سعود. الموزار عندهم 4 والفنان عندهم 9 المباراة ديال النصف نهائي كأس الحسن الثاني الجائزة الثانية. فهي 4 سعود 4 وزاد سعودات إفران مباراة النصف النهائي الأول لكأس الحسن الثاني الجائزة الثانية. المباراة الأولى ديال نادي الموزارة كان ضرب 40 بوان تيربح بوان المحاولة ديال لاعب من نادي إفران غادي يضرب كرة خد الكرة باقا مع نكلبوشون باقي البوان تريبلات الموزار
بيت الموزار بيان بوانتي يربح البوان برافو الحاج كيربح البوان ضربة موفقة تجي ضرب كورة ما يجوش الأرض تسعود مقابل 4 تسعود عند إفران 4 عند موزار مباراة النصف النهائي كأس الحسن الثاني الجائزة الثانية تزيد ان بوان في الارض يلا شوش نقاط اضافية 6 سعود 6 موزار سعود افراني مباراة النصف النهائي الجائزة الثانية من كأس الحسن الثاني منظم هنا بمدينة إفران المباراة في نصف النهائي بعدما تم تسجيل 241 ثلاثية من أجل التباري على تروفي حسن دوف والآن كلا وصلنا لمباراة النصف النهائي هذا الدوري المباراة تجمع تريبليت من نادي إفران وتريبليت من نادي الموزار يلا
ضربة موفقة بال ايوب شيء حرف ورا كذلك مرة أخرى اليوتي رد لي المد وتقع كارب باقيين دوبول عند إفرين نتيجة سعود مقابل ستة عند موحد في العربية عشرة آخر كون عند المزير بوجه يربح البوان إذا مونو يضرب على يضرب على النار سعود نقطة إضافية لصالح كريبليت يموزر تندر سبعة سعود Yeah.
ماشي زعما قلب على نتك مع من عندي بوشون سيدرو تخرج برا نتيجة تطلع على هذه عف سعود الكلام سبعة من الزر هذه محاولة جميلة شي تسلبو شنو كيدير جوج في العرض
برافو أيوب، جيراتي أو جيراتي خرجوا لأن لم أكن في الأرض. لا يا Thank you.
لأن ثلاثية الحسي من نادي القودان تتأهل إلى المباراة النهائية تربي حسن دوح ونعرف نازل في المباراة النهائية ثلاثية من نادي المغرب الفاسي. وبالنسبة للجائزة الثانية فتربية نوركين أكلو من بلدية عين سيدي ملوك تتأهل إلى النهائي. ولازلنا في هذه المباراة ننتظر من سيتأهل إلى المباراة النهائية، هل بريبليت الموزان أم بريبليت الفرنسي. النتيجة المسجلة لحد الآن فهي 9-7. برافو منير كيزيد ان بوان، الان عندهم لاكا في يديهم. انتم ثلاثة تما ثلاثة عندهم؟ شوف منير ثلاثة عندهم. تنتهي المباراة بفوز تريبليت نادي الفران تريبليت إيموزار. شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء القادمة بحول الله.